عزيزاتي التلميذات، اعزائي التلاميذ، غادي نكملوا التصحيح ديال الامتحان الوطني الدوره الاستدراكيه 2019، وغادي نبداو بالتمرين الثاني. اذا التمرين الثاني كيشمل الدرس ديال الاعداد العقديه. اذا السؤال الاول، اولا الف حل في سي المعادله زد مربع ناقص 3 زد زائد 3 إيكالا زيرو. دونك أول حاجة غنقوموا بها غادي نحسبوا المميز ديال المعادلة دلتا كتساوي ناقص 3 مربع ناقص 4 في 1 في 3. إذا دلتا كتساوي ناقص 3 أس 2 هي 9 ناقص 12 كتساوي ناقص 3 أصغر من قطعا صفر. إذا المعادلة كتقبل حلين عقديين، إذا زد 1 كتساوي المقابل ناقص 3 هو 3 زائد اي جذر مربع موان دلتا هي 3 على 2 ا تساوي 3 على 2 زائد اي جذر مربع 3 على 2. وبالنسبة للحل الثاني تيكون هو المرافق ديال الحل الأول زد 2 كتساوي زد 1 بار المرافق ديال زد 1 كتساوي 3 على 2 ناقص اي جذر مربع 3 على 2. إذن مجموعة الحلول اس تساوي الحل الأول قلنا هو 3 على 2 زائد اي جذر مربع 3 على 2 3 على 2 ناقص اي جذر مربع 3 على 2. غادي نمروا للسؤال ب. ب نضع بتيتا كتساوي 3 على 2 زائد اي جذر مربع 3 على 2. اكتب ا على الشكل المثلثي، اكتب ا على الشكل المثلثي. اذا كنعرفوا ان الشكل المثلثي مناش مكون من المعيار ومن العمده ديال ا. اذا غادي نبداو بالمعيار ديال ا، اذا المعيار ديال ا يساوي الجذر مربع، اذا الجزء الحقيقي اللي هو 3 على 2 الكل اس 2 زائد الجزء التخيلي جذر مربع 3 على 2 الكل اس 2 تساوي جذر مربع، اذا 3 على 2 الكل اس 2 هي 9 على 4 زائد جذر مربع 3 اس 2 هي 3 على 4. اذا هي الجذر مربع 9 زائد 3 هي 12 على 4 تساوي جذر مربع 3. اذا المعيار ديال ا يساوي جذر مربع 3. غادي نعملوا جذر مربع 3 وغتكون عندي القيمه ديال ا ايغال جذر مربع 3 عامل. إذن 3 على 2 على جذر مربع 3 زائد اي جذر مربع 3 على 2 على جذر مربع 3. ا كتساوي جذر مربع 3، إذن غنضرب في المقلوب ديال جذر 3 غتولي عندي 3 على 2 جذر مربع 3 زائد اي، وأنا غادي نختزل غتبقى عندي 1 على 2. الوغ 3 على جذر مربع 3 غادي نعوضها بجذر مربع 3 غتولي جذر مربع 3 على 2 زائد اي 1 على 2. دونك غادي نقلبوا على الزاويه اللي الكوسينوس ديالها كيساوي جذر مربع 3 على 2 والسينوس ديالها 1 على 2. الزاويه غتكون هي بي على 6. اذا ا كتساوي جذر مربع 3 عامل كوسينوس بي على 6 زائد اي سينوس بي على 6. اذا كنعاود نذكر بان المعيار ديال ا كيساوي جذر مربع 3 والعمده ديال ا كتوافق بي على 4 بي على 6 بترديد 2 بي. اذا غنكونوا جاوبنا على السؤال. الو غادي نمروا السؤال الثاني. ثانيا
نعتبر العدد العقدي، نعتبر العدد العقدي ب تساوي جذر مربع اثنان على اثنان عامل لي واحد زائد اي. إذن تحقق أن ب مربع كتساوي اي. إذن بالنسبة ب مربع، إذن ب مربع تساوي جذر مربع اثنان على اثنان عامل لي واحد زائد اي الكل أس اثنان. إذن عندي أف و ب الكل أس اثنان كتساوي أ أس اثنان في ب أس اثنان. إذن هي جذر مربع اثنان على اثنان الكل أس اثنان عامل لي واحد زائد اي الكل أس اثنان. إذن ب مربع تساوي جذر مربع اثنان أس اثنان هي اثنان، اثنان أس اثنان هي أربعة. لدينا متطابقة هامة، دونك هي واحد مربع هي واحد زائد جوج في واحد في اي هي جوج اي زائد اي مربع. ما نساوش بأن اي مربع كيساوي ناقص واحد، إذن تساوي جوج على أربعة هي واحد على جوج عامل لي واحد زائد جوج اي ناقص واحد. لدينا عددا متقابلان، إذن غيبقى عندي جوج اي في واحد على جوج. إذن ب مربع كتساوي اي. بالنسبة للسؤال الثالث، نضع بتيت اش كتساوي كوسينوس بي على 12 زائد اي سينوس بي على 12. إذا السؤال بين أن اش أس 4 زائد 1 كتساوي أ. إذن باش نحسبو أش أس 4، إذن كنلاحظو بأن الكتابة ديال أش هي كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. ألوغ غنكتبو أش تساوي، غنتعمد نكتب واحد عامل كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. إذن بحال بينت بأن المعيار ديال أش هو واحد والعمدة ديال أش هو بي على 12. بترديد العمدة ديال أش هو بي على 12 يوافق بي على 12 بترديد جوج بي. إذن باش نحسبو أش أس 4 غنستعملو علاقة موافقة. حسب علاقة موافقة أش أس 4 تساوي واحد أس 4 عامل كوسينوس 4 بي على 12 زائد إي سينوس 4 بي على 12 تساوي واحد أس 4 هي واحد عامل غادي نختزلو غتبقى عندي كوسينوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3 تساوي. إذا ما غنكتبش واحد، كوسينوس بي على 3 كتساوي واحد على جوج زائد إي سينوس بي على 3 كتساوي جذر مربع 3 على جوج. إذن هذه بالنسبة للقيمة ديال أش أس 4، وحنا مطلوب منا خصنا نبينو أن أ أش أس 4 زائد 1 كتساوي أ. إذن أش أس 4 زائد 1 تساوي 1 على جوج زائد إي جذر مربع 3 على جوج زائد 1 تساوي. إذن واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج زائد إي جذر مربع ثلاثة على جوج. ولا رجعنا القيمة ديال أ في السؤال ب غادي نلقاو بأن فعلا أ كتساوي ثلاثة على جوج زائد إي جذر ثلاثة على جوج اللي كتساوي أ. وبالتالي أش أس 4 زائد واحد تساوي أ، ونكونوا جاوبنا هذا السؤال. إذن نمشي للسؤال الرابع، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ومنضم مباشر. إذن عندي أو أو في، عندي أو أو في معلم
متعامد منظم مباشر. اذا غادي نعتبره نقطه بي. النقطه بي نعتبر النقطه بي اللي لحق ديالها بتي بي و اخ الدوران الذي مركزه او الذي مركزه او طبيعة الحال النقطة او هي اصل المعلم غيكون لحق ديالها هو صفر وزاويته بي على جوج. إذن ألف ليكن بتي سي لحق النقطة سي. إذن عندي النقطة سي لحق ديالها بتي سي بحيث سي هي صورة بي بالدوران آر. إذن السؤال بين أن إذن بتي سي كتساوي إي فوا بتي بي. إذن قبل ما نجاوبوا على السؤال نعاودوا نذكروا غادي نذكروا بالكتابة العقدية ديال الدوران. إذن تذكير إذن إلا كان عندي آر دوران مركزه أوميغا للحق ديالها بيتيت أوميغا بيتيت أوميغا كتنتمي للسي وزاويته ألفا. إذن الكتابة العقدية لآر هي على شكل زد بريم موان أوميغا كتساوي إكسبونونسيال إي ألفا عامل لزد موان أوميغا. إذن غادي تطبقوا هذه القاعدة بالنسبة للتمرين ديالنا. عندي آر دوران مركزه أو إذن نقطة أو لحق ديالها صفر غادي نعوض صفر. إذن غادي نكتبوا الكتابة العقدية للدوران آر الذي مركزه أو النقطة أو التي لحقها صفر وزاويته بي سور دو هي على الشكل زد بريم موان زيرو تساوي إكسبونونسيال إي بي سور دو عامل لزد موان صفر. غادي نحسبو إكسبونونسيال إي بي سور دو. إذا بالنسبة لي الكتابة الأسية إكسبونونسيال إي بي سور دو كتساوي كوسينوس بي سور دو زائد إي سينوس بي سور دو. كوسينوس بي سور دو كتساوي صفر زائد سينوس بي سور دو واحد يعني واحد في إي. إذا إكسبونونسيال إي بي سور دو كتساوي اي. اذا غادي نعوضوا هذه الكتابه غنعوضوها هنا وتولي عندي في الاخير وبالتالي زد بريم كتساوي اي زد. اذا باش نجاوبوا على السؤال ما نسوش بانه عطاونا يعني في المعطيات عاطيني بان الصوره ديال بي هي سي. ار صورة بي بالدوران ار هي سي. النقطة بي اللحق ديالها بيتي بي والنقطة سي اللحق ديالها بيتي سي. هذا كيعني ان بيتي سي كتساوي اي بيتي بي. ونقولوا جاوبنا على السؤال. اذا بقى لنا السؤال الاخير تنظن هو باء استنتج طبيعة المثلث. باء يستنتج طبيعة المثلث أو بي سي.
إذن بالنسبة لطبيعة المثلث أو بي سي غادي نرجعوا للسؤال ألف. لدينا سي كتساوي إي بي، إذن تكافئ بيتي سي على بيتي بي كتساوي إي. إذن عندي إي على الشكل المثلثي أو الشكل أسي، دونك كيساوي ألوغ تكافئ، غادي نتعمد نكتب سي على بي، غندير سي ناقص صفر على بي ناقص صفر يساوي، إذا قلنا إي هي واحد عامل لي كوسينوس بي سور دو زائد إي سينوس بي سور دو. إذا كنعرفوا أن الشكل المثلثي مكون من المعيار ومن العمدة، ألوغ هذا كيعني أن تكافئ أن المعيار ديال سي ناقص صفر على بي ناقص صفر كيساوي واحد، ثم العمدة ديال سي ناقص صفر على بي ناقص صفر كتوافق بي على جوج بترديد جوج بي. تكافئ، كنعرفوا في الدرس ديال الأعداد العقدية أن المعيار ديال زد على زد بريم كيساوي المعيار ديال زد على معيار زد بريم، دونك يمكن لي نكتب هنا أن المعيار ديال سي ناقص صفر على المعيار ديال بي ناقص صفر كيساوي واحد، وهذا كيعني أن المعيار ديال سي ناقص صفر كيساوي المعيار ديال بي ناقص صفر. وهنا بالنسبة لي إذا لارغومون العمدة ديال سي ناقص صفر على بي ناقص صفر هي الزاوية، إذا كنبدا بالمقام، إذا بي ناقص صفر هي هذا العدد هو لاحق المتجهة أو بي، و سي ناقص صفر هو لاحق المتجهة أو سي. هذه الزاوية أو بي أو سي كتوافق بي على جوج بترديد جوج بي. إذا في الأخير تكافئ، إذا بالنسبة للمعيار في الدرس ديال الأعداد العقدية هندسيا ماذا يمثل؟ يمثل المسافة، إذا المسافة أو سي تساوي المسافة أو بي، إذا المسافة أو سي تساوي المسافة أو بي، والزاوية أو بي أو سي كتوافق بي على جوج بترديد جوج بي. ومنه بالنسبة للشرط الأول نقول إن المثلث أو بي سي متساوي الساقين في او، وبالنسبة للشرط الثاني المثلث او بي سي قائم الزاوية في او، ومنه المثلث او بي سي قائم الزاوية ومتساوي الساقين في إذن عزيزتي التلميذات أعزائي التلاميذ، تنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا التمرين الصحيح ديال التمرين الثاني اللي هو عبارة في الدرس ديال الأعداد العقدية. ألوغ الحصة المقبلة غادي نكملوا التصحيح ديال الامتحان الوطني للدورة الاستدراكية 2019. شكرا على الانتباه لكم وإلى اللقاء في حصة المقبلة.